القدرة على التمييز بين الحق والباطل، والعقاب الذي لا ينجو منه مذنب، الضمير. تحية لكم مشاهدين الأكارم، وأنتم ترافقون في حلقة جديدة من برنامج اللبنة الأولى، والحديث اليوم عن الضمير مع ضيفتي الكريمة الدكتورة إيمان الموسوي. تحية لك دكتورة. تحية لكم، أهلا ومرحبا بكم. دكتورة، كثيرا ما نسمع أن شخص ما لديه ضمير أو ضميره حي، هل هناك ضمير حي وضمير ميت؟ وقبل ذلك، ما هو الضمير حتى أقول أن شخص لديه ضمير وآخر ليس لديه ضمير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك لطرح هذه المواضيع اللي نجهد ونتعب حتى. شكرا لكم دكتورة على التوضيحات. الضمير كما بينتي في المقدمة هو التمييز بين الخطأ والصواب. الضمير بالمعنى هو الوجدان، ويختلف باختلاف البيئة واختلاف التنشئة واختلاف مفهوم الأخلاق. فأحيانا نجد، أو هو متى ينشأ الضمير؟ متى ينشأ الضمير؟ ينشأ في مرحلة ثالثة من العمر، في عمر 3 سنوات. عمر 3 سنوات ينشأ الضمير. طبعا لا ينشأ هكذا، وإنما عن طريق اكتساب مفاهيم، لأن الطفل في هذه المرحلة يبدأ، يعني يميز، نقول بين الطفل مميز بين الخطأ والصواب، نجعله يميز. نجعله يميز، إذن نكسبه الضمير. نكسبه الضمير، نعم. يعني هو عنده فطرة، والفطرة دائما الله خلق الإنسان على الفطرة، ونشوف الطفل هو طبيعته لا هذا عيب. يعني أنا عندي أحد الأحفاد بعد دون الثانية نشوفها رأسا أي تصرف أخته صح عليها عيب. يعني هاي اللفظة قاعد يميز، بدأ يميز أنه أي تصرف خاطئ يعتبر عيب. يعني هاي أسهل كلمة عليه بالنسبة، يعني العمر. نعم. فهنا يكسب الضمير في هذه المرحلة، يعني نجعله يميز الخطأ عن الصواب. نعم. هنا من ناحية التنشئة، على الأهل الابتعاد عن مفهوم الحرام، الحلال والحرام. يعني خيكون التمييز، يكون خطأ أو صواب، الصح والصواب. هذا صح، هذا خطأ، صواب صحيح. يبدأ الطفل يبحث عن الأسباب. معذرة دكتورة للمقاطعة، لكن للتوضيح، يعني السبب في الابتعاد عن الحرام والحلال، هنا الطفل يبدي يميز، لأن هو غير مكلف في هذه المرحلة، غير مكلف. نوصله أي، هو يقول حرام، لا حرام لسه وهذا الشيء، فنجيب له مفردة غير هذه المفردة، إلى أن نوصله يعني تدريجيا إلى سن التكليف، حتى أنه هذا حرام. هذا حرام، هذا مباح، يعني نبدأ نعلمه. إذا توفرت هذه الأرضية بالتربية وبالتنشئة بالنسبة للأبناء، سينمو لديهم الضمير الحي. الضمير الحي حتى لا يموت الضمير. إذا كان العكس، يبدأ الطفل ما يميز، يعني يستولي على ممتلكات غيره وإن كان أخوه، تبدأ الأم الشجعة، ما يخالف هذا أخوك، شكوا بيها، يستولي على ممتلكات الغريب، عافية أنت بطل أنت شجاع. هذا الطفل إذا بدأ ما عنده ضمير، ما عنده تمييز، هنا بدأت تموت الضمير عند الأم. التربية الأم مدرسة إذا أعددتها، فهنا إعداد الأم حتى تنمي عند الضمير أو تموت عند الضمير. فيبدأ الطفل هو أصلا مميز، يعني يميز بين الصح والصواب والخطأ، يميز بين الأشياء بصورة عامة. فلنفترض أنه سرقة، الآن مفهوم السرقة تحول من الاستيلاء على ممتلكات الغير بالتشجيع إلى مفهوم السرقة، دخل المدرسة، دخل الروضة وسرق أي شيء، شجعتها الأم، شجعتها، عافية أنت سبع أنت شجاع، هذا قتلة الضمير عنده. هنا قتل الضمير عنده. فولد الضمير ميتا لدى هذا الإنسان، ويبدأ يمارس حياته بلا ضمير، لأنه ما عنده إذن حد فاصل بين الخطأ والصواب، بين الحلال والحرام. الآن بعد أن نريد نبين، لأن هو بقت عنده مفاهيم، الشجاعة هي بالاستيلاء، هو يريد يصير شجاع، يريد يصير بطل. التعزيز الإيجابي اللي إجاه على شيء سلبي يريد يكتسبه دائما. فهذه
تولد مشكلة، وبالتالي راح يكون الضمير ميت. طيب دكتورة، يعني هل من الصحيح أن نقول هذا الشخص، يعني إذا تحدثنا حتى عن الكبار وليس فقط عن الأطفال، أنه هذا الشخص ضميره ميت، وإنما الصحيح أو العبارة الصحيحة أنه شخص لديه ضمير وشخص ليس لديه ضمير؟ ماكو ضمير ميت، يعني هو أما موجود أو لا موجود أو غير موجود. طيب هكذا يعني يكون، فبالتالي هذا ماكو واحد ضميره ميت؟ أكيد، لأنه ماكو ضمير ميت، هو انقتل بالطفولة وأدته أمه. نعم. في طفولته. نعم. إذن لا لا يوجد. فنشأ بلا ضمير. نعم. طيب. هذه نكملها بهالطريقة. نعم. طيب دكتورة، يعني الضمير هذا المفهوم المعنوي أو الخيالي إذا صح المجرد تعبير. نعم. المجرد، يعني من أين تأتي له القدرة أو كيف يقوم بتغيير الفرد، سلوك الفرد؟ يعني حضرتك تحدثتي أنه الضمير يجعل الشخص يميز بين الصواب والخطأ، يميز بين الحق وبين الباطل. القدرة التي يحويها الضمير على تغيير شخصية الفرد وبالتالي تغيير سلوكه. بعدين قلنا أنه ينشأ الطفل، طبعاً هذه التربية الإسلامية، يعني السبعة الأولى تنشئة راح تكون اتركه سبعة، احنا انطينا القواعد السلوكية راح يمشي عليها، والسبعة الأخرى يعني كل سبع سنوات طريقة التنشئة الاجتماعية تكون محددة. فهنا عندما يخلق الضمير عند الفرد، نأتي على الفتاة. الفتاة في أي مرحلة من المراحل الأم دائما تنبهها، اللي هو نقول عليها، خلينا نقول الضمير الخيالي، يعني بهذه الطريقة إنه أنتي راح تطلعين مثلا للمدرسة، ديري بالك تلتفتين لأن أخوك يمشي وراك. من هو أخوها؟ أخوها راح للمدرسة، راح للمدرسة وبغير طريق، فتخلت يعني خلقت عندها ضمير إنه أنتي مراقبة من قبل الأخ اللي هو مصدر سلطة أو مصدر حماية بالنسبة إليك، فلا تمشين تتلفتين. البنت من الطفولة عندها الضمير، انطتها إعازة الأم، راح تمشي بطريقة سهلة. يبقى هذا الأخ أو الأب أو نقول إحنا الملائكة، مرات يقولون لهم الملائكة يسجلون اليمين واليسار، دير بالكم. فهي تقول يعني بس من تخلي السلطة لها وجود، باعتبار أنه هي ما زالت طفلة، نعم، الوجود مادي يعني قبل لا تتحول إلى التفكير المجرد، تتقبل الفكرة، في سرعتها شنو استيعاب للموضوع، يكون عندها ضمير أنه هي ما تخطأ. هنا دكتورة أيضا فعلت الضمير، فعلت الضمير عندها، يعني بدأت تربيه، خلينا نقول تربي، يعني هو أنشئ في السنوات الأولى وكان موجود وفعلته، وبدأ ينشأ. حتى الإنسان يعني عندما يصل إلى أي مرحلة يميز بين الحق والباطل، بين الصح والخطأ، يكون في صراع. يعني عندما يصل الإنسان، أحيانا الأهل ما عندهم هاي الفكرة أنه أنا من الضمير وكذا، لا، هو بطبيعته عنده، يعني الله منطي هاي الخصيصة، يعني نقول فطرة سليمة. وبالتالي عندما يكون في محك بين الخطأ والصواب، يكون لديه صراع، يبدي يقيس أنه هذا الجانب أتخذه أو هذا الجانب، هذا وين يوصلني، هذا وين يوصلني، فيخلق عنده نوع من الصراعات، وبالتالي يصل إلى نتيجة إذا كان ضميره حي أو لديه ضمير النتيجة الإيجابية، وإذا ليس لديه ضمير يسقط في الهاوية، يعني الدلائل الموجودة في القرآن الكريم. نعم، أحسنتم دكتورة، أشرتي في حديثك في بداية الحلقة بأن الضمير يرتبط بمسألة الأخلاق وبمفهوم الأخلاق عند كل شخص. دكتورة، يعني أنا اليوم إذا كان مفهوم الأخلاق يختلف من شخص إلى آخر، وبالتأكيد يعني الأخلاق كل شخص تنعكس في تعامله، اليوم أنا شلون أقدر أحدد أنه هذا الشخص عنده ضمير وهذا الشخص ما عنده ضمير، ومن خلال أخلاقه ومن خلال اختلاف مفهوم الأخلاق عند كل شخص؟ احنا نقول اختلاف باختلاف البيئة، ولا أعني البيئة مثلا البيئة الحضرية أو المدنية أو البيئة، لا، البيئة بصورة عامة. يعني يغلب على الطابع العراقي مثلا أنه لديهم ضمير، لديهم انتماء، لديهم مثلا خوف، نطلع نسبة ضئيلة من البعض
نعتبرهم دكتورة حتى مشاكل. حتى نكون حياديين وحتى اللي يسمعنا نعم لا احنا نتكلم عن بيئتنا بسرعة. نعم. احنا شلون نقول اليوم العراقيين عندهم ضمير؟ يعني الدليل على هذا الشيء. نعم الدليل هو. اولا عندهم يعني التكافل الاجتماعي، عندهم مساعدة الآخرين، عندهم إكرام الضيف، الخصائص الأخلاقية الموجودة عندهم هاي تدل على أنه ضميرهم حي. مساعدة الآخرين بشكل يعني احنا الظروف اللي مروا بها العراقيين، ليش اقول عندهم ضمير؟ اللي مروا بها العراقيين لو يمر بها غير بلد ما تتوفر نفس رغم كل الظروف اللي عندهم. مثلا هاي المشكله اللي صارت النازحين اللي اجوا ضمن المحافظات، نشوف الناس يعني كانما في زمن الرسول اللي فتح بيته واللي قدم يعني كل ما لديه. هاي دلاله على وجود ضمير عندهم، وجدانهم حتى هم يعني شلون صارعتهم نكران ذات إلى درجة. فهاي يعني إذا يردون يقيسون الضمير فيجدوه عند العراقيين والانتماء لآل البيت عليهم السلام. أحسنتم دكتورة. أسأل الآن، حضرتك تحدثتي في البداية وحددنا أنه أما يكون ضمير موجود أو ضمير ميت، ما قلنا ماكو حد وسط. طيب مرات دكتورة نسمع عن شيء اسمه صحوة الضمير. طيب إذا كان أكو صحوة ضمير، شو وقت الضمير يصحى؟ وما هي الأمور اللي تساعد على صحوة الضمير؟ أمور مادية مثلا كعمل معين يقوم به شخص، أو أمور معنوية مثلا دعاء، عمل يعني من كما تفضلتم يعني من قبيل نكران الذات والذي يتعلق بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى. حددي لي أولا مفهوم صحوة الضمير ثم بيني لي هذه الأمور. صحوة الضمير إذا صح التعبير بهذا المفردة، إحنا خنحولها على علم النفس. عندنا الاتجاهات. الاتجاهات تتغير أحيانا بفترة زمنية، يعني اتجاه مثلا إذا واحدة من الدراسات اتجاه الرجل عن عمل المرأة يرفض أو لا يرفض. فالاتجاهات أحيانا تتغير بشكل سريع إذا كان هناك موقف حدي. يعني على سبيل المثال إنسان صار له سنين معك ويعني معاشرة بالمعروف وكل الأمور الإيجابية معه، لكن صدفة نقول خدعك أو سرقك أو يعني سوالف شيء، صدمة بالضبط صدمك. هنا راح يتغير الاتجاه خلال لحظات عن هاي الشخصية كانت كذا وتحولت إلى كذا، وهاي التاريخ شاهد بهذه المسائل. فنفس الشيء بالنسبة للضمير، هذا الإنسان تربى وترعرع على المفاهيم السلبية. فإحنا نلاحظ أنه ما عنده ضمير، لكن رجع إلى فطرته. قد يكون لموقف، قد يكون إحنا بينا هناك صراع راح يصير. صراع مثل يسمى صراع أقدام حجام. يعني هاي الصراعات النفسية اللي تصير داخل الإنسان، مثل ما الحر عليه السلام. الحر في لحظة واحدة يعني خلينا نقول صحى ضميره وتحول من عدو إلى شهيد ناصر للإمام الحسين. يعني هذا الموقف، هناك مواقف تخلي الإنسان هو ضمير موجود مولود في السنوات الثلاث الأولى مثل ما بينا، لكن صار مفاهيم خاطئة أنه هو هاي الحياة. رجع خلينا نقول إلى عقله، أو رجع إلى المفاهيم الإيجابية الصحيحة، وجد أن الله حق. وبالتالي هناك مقولة ربما قرأتها من زمن أنه تعريف الضمير هو صوت الله عند الإنسان. ربما يكون هذه يعني هي الفطرة اللي موجودة عنده فترجع له، هناك صحوة الضمير وتظهر. بالتالي أحسنتم دكتورة. سأسأل عن الأمور التي تساعد على إيقاظ الضمير، ولكن اسمحي لي بفاصل. مشاهدينا الأكارم، فاصل ثم نعود، ابقوا. عدنا معكم من جديد مشاهدينا الأكارم، تحية لكم وتحية لضيفتي الكريمة دكتورة إيمان الموسوي. مرحبا بك سيدتي. مرحبا. أهلا. مرحبا دكتورة. تحدثت قبل الفاصل عن صحوة الضمير أو استيقاظ الضمير. دكتورة الآن نسأل عن الأمور التي تساعد إذا كان شخص تربى أو لم تتهيأ له البيئة السليمة لكي يكون صاحب ضمير، فما هي الأمور التي يمكن أن يقوم بها هو أو يقوم بها من يحيط به، سواء كانت مادية أو معنوية، حتى نجعل هذا الضمير الميت يستيقظ من جديد؟
هذا اللي نسوي له عملية إنعاش. بالتالي البيئة، نعم البيئة المحيطة، لو افترضنا أنه هذا الإنسان عاش في بيئة الضمير يعني لا وجود للضمير، أو مفاهيمهم للضمير والأخلاق والوجدان مفاهيم بالنسبة للبيئة الأخرى هي مفاهيم خاطئة أو سلبية، نعم. فعندما يأتي إلى هذه البيئة مع وجود الفطرة السليمة، نعم. مع الإمكانات اللي تجعله يميز أنه هذا خطأ هذا صواب هذا مقبول من ناحية الشرعية من ناحية الاجتماعية، يشوف القدوة، لابد من وجود قدوة. القدوة جدا مفيدة لهذا الجانب، يعني في حادثة حقيقية وليست مرت على إحدى العوائل ظروف صعبة، وكانت العوائل من مذهب آخر وليس لديها اطلاع، وإن كان مذهب آخر ليس لديها اطلاع بالأمور يعني مثل ما نقول تخص الدين، فصار عندهم مشكلة، اجوا إلى هذه العائلة اللي هي ملتزمة بالمعنى الحقيقي، يعني مو غلو ولا تكبر، فتسألها تقولها أنت ليش لابسة هذا يعني هذا اللبس، تقولها مو مثلا أخوتك موجودين، هي صار زوجة الأخ، طيب وإذا فلان أو فلان والدنيا حارة، جاوبها تقولها قل جهنم أشد حرا. بدأت تتساءل يعني شنو هو الموضوع، فهذه الإنسان اللي هي تربت في بيئة قد يكون الضمير عتم مفهوم عتها ضمير مو معد، لكن مفهوم الضمير عتم الصح والخطأ مفهوم يختلف. بدأت تبحث، لجأت لها لحل مشكلة معينة، مش مشكلة عويصة، ساعدتها كل العائلة. إذن هذه أصبحت نموذج أو قدوة، فهاي شافتها قدوة، يعني مو هي الوحيدة، هي والعائلة تقبلوها حتى بهالعبارة، قلت لهم أنتم مو عندكم أبو الحسن يحل مشاكلكم فودوني لأبو الحسن، قلت ما يخالف نوديش، بس لازم بهيئة وصيغة أنه لازم تكونين بهذا الشكل. تدريجيا ولد لديها الضمير، يعني نقول تحولت من إنسانة فاقدة الضمير أو تفعل لديها الضمير مع وجود الفطرة، مع وجود إحنا ما ننسى الفطرة، البيئة والقدوة، صار أنه بالإمكان. طيب. وأيضا أي إنسان بإمكانه أن يحي ضمير أي إنسان ثاني خيكون إلى قدوة، بدون بدون غلو، بدون أوامر، يعني لا تقول له أنت هذا حلال هذا حرام هذا خطأ هذا صواب، يكون تدريجيا مثلاً. نعم. حتى أثناء الصلاة يعني عندما بدأت تصلي سألتها قلت لها أنت ليش تضعين يعني تكتف، قنعيني بالتكتف، قالت ليش مدريني غير هو هذا يعني صلاتنا هالشكل، فطتفت يعني إجابة سهلة، قلت لها المشركين عندما دخلوا للإسلام بالإكراه كانوا يضعون يعني هي جابت لها يمكن كتاب أو كذا، يضعون الصنم أو التمثال يمسكوها هالشكل كأنما يعبدوا، فأنت عجبك اقتنعت، قالت لا ماكو داعي أنزل أسبل إيدي، وتدريجيا تدريجيا تحولت الحمد لله والشكر. فبإمكان أي إنسان لديه ضمير يكون قدوة لإنسان آخر يوقظ لديه الضمير، وهذا الشيء يعني ممكن ليس من الناحية الصعبة، وأكيد بالتأكيد هذا يعني شيء إيجابي وشيء إيجابي وتدريجي، يعني إحنا لا نفرض بالشكل، مثلا بدأت مثلا بارتداء الحجاب، يعني حجاب بدون جواري، فحتى الزوج شكلها يعني انت شلون طلعين هالشكل، قالت لي شو مسوي يعني، قالها لا لبسي جواري شوي، الجواري صارت ثخينة شوي، الثوب مثلا أو التنورة طالت شوي شوي، لا ارتدت العباية، فصارت يعني بالتدريج وبدون إكراه أصبحت يعني إنسانة لديها ضمير، وعائلة ستربي عائلة لديها ضمير إن شاء الله بهذه الطريقة. يعني للمجتمع وللبيئة المحيطة أثر في أن يصحو الضمير. دكتورة، يقال أن الضمير هو الحارس على الإنسان، بحيث هو يوجهه إلى كما تفضلتي إلى الحق والباطل وإلى الخطأ والصواب، بالتالي عندما يعرف الإنسان هذا حق وهذا باطل، هذا صح وهذا خطأ، أكيد سيشعر بنوع من اللذة ومن السعادة. علاقة الضمير، هذا الشيء المجرد الذي يجعلنا نميز بين الحق والباطل، بسعادة الإنسان وبرضى الإنسان عن نفسه. الضمير إذا وضع على محكات
خلينا نقول شرعية بهذا المعنى، لأن إذا وضع على معايير اجتماعية قد لا يصل بالنتيجة يعني المرجوة، لكن نضعها على محكات شرعية. ولهذا فرق بين المعيار والمحك. محك الشرعي إنه هو ضمن الطريق الصحيح، ضمن يعني الجوانب. هسه نجي إلى الحلال والحرام. يعني وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الدنيا في حلالها حساب. يعني هذه النقطة لو صاحب الضمير يفكر في حلالها حساب، يعني كيف هو حلال، شلون يكون حساب، هذا واحد من المحكات. وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، هذه ثلاث محكات نعتبرها شرعية. يضع الإنسان ضميره على هذه النقاط ويتصرف، فيجد نفسه ما عنده معرفة بالشبهة، يسأل هل هذا شبهة أو حلال أو حرام، بالتالي يشوف ضمير صاحي ويحقق سعادة، لأنه بينه وبين الله عندما عامرة. يراعي هذه المحكات الثلاث بالتأكيد راح يرضى عن نفسه، يكون رضا ويشعر بأن الله سبحانه وتعالى يكون راضى عنه، بالتالي سيكون معطاء، سيكون قدوة للآخرين، ويبحثون لماذا هذا الإنسان سعيد، ما هو سر السعادة اللي عنده، هي بالرضا. إذن لنكن مثل ذلك الشخص الذي هو لديه الضمير، والله إن شاء الله يعطينا ضمائر حية ونقية ونتواصل وياك. الله يسلمكم دكتورة. إن شاء الله بقى عندي سؤال أخير لحضرتك دكتورة. حضرتك تحدثتي عن علاقة الضمير بالأخلاق، وقلت إنه الضمير يتحدد باختلاف مفهوم الأخلاق عند الأشخاص. طيب تحدثت أيضا عن قول المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا يجعلني أسأل سؤال، هل هناك علاقة بين الضمير والدين؟ أكيد أكيد، هو الضمير إذا ماكو ضمير يعني كيف راح يكون عنده دين؟ الدين بمطلق، الدين بالمطلق، الدين بالمطلق، يعني وإن كانت الديانة غير الإسلام، غير الإسلام، يعني في يعني ما تحضرني الرواية اللي هو في زمن أحد الأئمة عندما كان يهودي أو مجوسي، يعني أحد الموالين أو كذا، فصح علي الموالي لأحد الأئمة أنه يا ابن الكذا مفردة، نهار الإمام قال أنت شلون تلفظ علي هذه اللفظة، لديهم دين ولديهم أخلاق وأكيد لديهم ضمير. فالضمير مرتبط بالدين، مرتبط بالبيئة، يعني كل الدين مرتبط ديانة بالله سبحانه وتعالى، وضمير أيضا كان مرتبط. نعم، هي الديانة، إن الدين عند الله الإسلام، لكن ديانات نفترض ديانات وضعية، فحتما ضمن تفكيرهم، ضمن عتهم هذا خطأ هذا صواب هذا مباح، يعني ضمن، فالدين إلى ارتباط، يعني هاي وجهة نظري القاصرة أكيد له ارتباط بالدين، ولهذا نشوف تصرف أي ملة أي وفق ديانتهم تحترم، خصوصا نرجع مرة أخرى إلى بيئتنا اللي هي مختلط، يعني بالنسبة للديانات الأخرى لهم عاداتهم تقاليدهم محترم، وبالتالي يعني ليش، لأنه لديهم ضمائر، وهذا الضمير يكون مفيد للمجتمع. أحسنتم دكتورة إيمان الموسوي، تحدثتم اليوم عن الضمير، شكرا لكلماتك الطيبة وللعبارات المفيدة أيضا. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. ألقاكم مجددا في اللبينة.